بمشاركة طيران التحالف الدولي، أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية كبرى لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي البلاد. خلية الإعلام الأمني قالت إن العملية انطلقت في صحراء الرطبة بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبمشاركة قوات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش والتحالف الدولي والقوى الجوية. وبحسب الخلية فإن العملية تأتي تمهيداً لملاحقة خلايا داعش والبحث عن أوكارهم ضمن قاطع المسؤولية. إلى ذلك تمكنت السلطات الأمنية من القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى بحسب بيان صادر عن الوزارة الداخلية العراقية. وتشهد العراق هجمات واضطرابات أمنية بسبب الفراغ الأمني، فيما توالت العمليات الأمنية والعسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي زاد من وتيرة هجماته ضد العسكريين والمدنيين في العديد من المحافظات العراقية. وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.